وبمناسبه الطاقه ده هياخدني لزياره الوفد الوزاري المصري برئاسه رئيس الوزراء لدوله الامارات بالامس، والوفد كله رجع، سيد رئيس الوزراء ودكتور زياد بهاء الدين اللي هيكون ضيفنا بكره، والمحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء. الحقيقه انا وقفت قدام جمله مهمه قالها احد الشيوخ او احد الوزراء للسيد، هو نائب رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ منصور بن زايد ال نهيان ووزير شؤون الرئاسه، قالها للدكتور ببلاوي في احد الاجتماعات وده منشور النهارده في عدد من الصحف. قال له ان الدعم العربي لمصر لن يستمر طويلا وعلى مصر ان تفكر في حلول مبتكره وغير تقليديه. على الجانب الآخر وزير البترول شريف إسماعيل كان قد أعلن أن الدعم الإماراتي للنفط سينتهي بنهاية ديسمبر. طيب ده معناها إيه يا جماعة؟ ده معناها أن إحنا لازم نفكر أن الدول الداعمة لنا مع احترامنا الشديد ليها وشكرنا الشديد لها، والحقيقة الدول دعمتنا يعني دعم مفرط وما فكرتش وما راجعتش نفسها، وفي الإمارات قدامها دلوقتي حزمة من 2.9 من 10 مليار دولار مشروعات تنموية بتشتغل، لكن الناس بتقولك يا حكومة أنا مش هقدر أفضل أنا والدول العربية الأخرى أدعمك إلى ما لا نهاية، أنت لازم تشتغل. رد رئيس الوزراء وقال بالفعل ده الطريق اللي احنا بنمشي فيه، لكن الحقيقة عندي شك ان هذا هو الطريق الذي تسير فيه الحكومة. وبالراحة كده وبحاول بهدوء، يعني بحاول ان انا يعني اقول لهم انه يعني اكيد هم عارفين هذه الحكومة من اكثر الحكومات حظا، لانها عندها دعم شعبي، او يعني كان عندها دعم شعبي مفرط من البداية، الناس مستعدة تستحمل لو عرفت هتاخدنا فين في نهاية النفق. هذه الحكومة وصلها من يوم 3 يوليا 151 مليار جنيه. 151 مليار جنيه. لازم نفهم الفلوس دي ليه ما حركتش البلد؟ ليه ما قدرتش تمشي عجلة الاقتصاد؟ ليه انا مش شايفاها في الشارع؟ وتخلوني اقول لكم ال 151 دي انا جبتها منين؟ 60 مليار جنيه دخلت مؤخرا او اضافها السيد رئيس الجمهوريه مؤخرا من البنك المركزي للموازنه العامه، 60 مليار جنيه دي كانت فين يا جماعه؟ دي ال 8 او 9 مليار دولار التي اتهم فيها فاروق العقده محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقده محافظ البنك المركزي الاسبق، وكان في بلاغات للنيابه وقالوا له ان الفلوس دي انت خدتها وانت سهلت المبارك الاستيلاء عليها. الفلوس دي كانت منين؟ الفلوس دي كانت 5 مليار دولار جات لنا بعد مشاركتنا في حرب الخليج. وكان وقتها الرئيس السابق مبارك قال لا الفلوس دي هتفضل على جنب في البنك المركزي، مش هنضمها لعجز الموازنه، مش هنضمها للموازنه العامه، احتمال نحتاجها في يوم من الايام. وطلب من محافظي البنك المركزي المتعاقبين وقتها ان يكون لها حساب خاص، وفعلا في الحساب الخاص الخمسه بقت 9. الخمسه بقت 9، اتصرف منها كذا مليون في النهايه، ما اضيف على الخزانه الان على الموازنه العامه دي 8.8 من 10 مليار دولار، يعني حوالي 60 مليار جنيه. هنصرفهم في ايه؟ ده بقى اللي عامل لي ازعاج. هنصرفهم في مرتبات، زياده معاشات، ومن غير المفهوم ليه انت بتصرفها بالشكل ده. انت محتاج تصرف على الاقل جزء كبير منها في الخطه الاستثماريه اللي انت محتاجها، في انعاش اقتصاد البلد، في تدوير عجلة الاقتصاد، وعندك مشروعات استثمارية، مشروعات صرف صحي، مشروعات طرق محتاجها البلد. مش كفاية ان انت خصصت من حزمة من 29 مليار جنيه. طب يا سيدي ما انت جايلك فلوس اهي، الفلوس دي بما انك قررت تاخدها، انا طبعا كنت اتمنى انه ما ياخدهاش كلها، انه كان ياخد جزء منها وجزء اخر يسيبها ربما نحتاجه في وقت زنقة أو في وقت أزمة، لكن خدناها كلها، أصرفها كلها أكل وشرب؟ أصرفها كلها مرتبات؟ أنا الحقيقة مش فاهمة الفكر جاي منين، لكن ماشي جزء كبير منها مصروف مرتبات. 151 مليار جنيه تاني بقولها لكم جات لنا منين؟ 60 مليار جنيه من هذا الحساب الذي اتهم فيه فاروق العقدة، ولما حتى ثبت كذب الاتهام محدش قال له شكراً.
محدش قال له احنا اسفين، محدش قال له ده كان بلاغ كاذب وعوقب صاحب البلاغ الكاذب ومنهم موظفين داخل المركزي للمحاسبات. اي حد يقدم بلاغ كاذب في حد، انت عليك انت البينه مش على من ادعى، البينه على المتهم، يثبت انه لم يتربح، ما ليس فاسدا. لكن اللي اتهمك ده على ورقه بيضة بيمشي عادي جدا، ما عندوش اي مشكله. وهذه مشكله ستصيب الاقتصاد المصري، او بالعكس هي تصيب الاقتصاد المصري حاليا بالشلل، لان اي واحد ماشي في الشارع يقدر يتهمنا جميعا بالفساد، ولما يتم اكتشاف ان احنا مش فاسدين يا يكون في حد دخل السجن وبعدين يخرجوه، السمعه تلوثت، وهذا الشخص الذي اتهمنا زورا يخرج عادي جدا، ما عندوش اي مشكله. 60 مليار جنيه من المركزي، 14 مليار جنيه كاش، اللي هم 2 مليار المنحه اللي جات لنا كاش، غير الودائع اللي موجوده في المركزي، 2 مليار كاش، 21 مليار دعم البترول. يعني الدول العربيه ادتنا 3 مليار دولار مواد بتروليه، كل المواد البتروليه الموجوده في مصر الان هي دعم نفطي من الامارات ومن الكويت ومن السعوديه، 21 مليار، واخرها وتنتهي في ديسمبر. 56 مليار خفض عجز الموازنه، ما هو لما المركزي بكل ما بيخفض 1% كل ما بيخفض رقم معين من الموازنه، حسبناها لقيناها 56 مليار جنيه خفض في عجز الموازنه، يعني الحكومه دي 151 مليار جنيه. ليه مش شايفينهم في الشارع؟ ليه الفلوس ما بتتصرفش؟ قلتولنا ان في حزمه لتنشيط الاقتصاد سمعنا عليها بقالنا شهر، وكان ضيفنا الدكتور اشرف العربي قبل العيد، وقال لنا ان بعد العيد مباشره هيتم البدء في صرف هذه الاموال. ليه الفلوس ما بتتصرفش؟ ده سؤال بوجهه للحكومه وللسيد وزير الماليه. ليه مستحقات المقاولين لا تسدد؟ ده سؤال بوجهه للحكومه وليه السيد وزير الماليه. يمكن يكون عندكم فكره احنا ما نعرفهاش، يمكن يكون في انفاق، احنا بنسال الناس، بنسال الناس في الشارع. ليه الفلوس ما بتتصرفش؟ الاموال موجوده 151 مليار جنيه معاك، ليه انا مش حاسه بيهم في الشارع؟ ادي جزء. الجزء الثاني، هل احنا هنفضل متلقين؟ فين اعاده الهيكله؟ فين الكلام على ان دعم الطاقه ده، وده هيكون حوارنا النهارده، دعم الطاقه ده انا ما اقدرش اعيش بيه. كل اللي موجودين في الحكومه دي كانت ارائهم قبل ما يكونوا وزراء ان هذا الدعم للمواد البتروليه لا يمكن لاي حكومه في العالم ان تستمر بيه بالشكل ده. ليه فجاه ايدينا مشلوله وما بنفكرش؟ انا ما قلتلكش ارفع السعر دلوقتي وارفع وشيل الدعم دلوقتي. انا بقول لك ابتدي الريستراكشر، ابتدي اعاده الهيكله. اعاده الهيكله هتاخد 3 سنين. عندك الكروت الذكيه اللي انت اوريدي عملت الماكينات وبقت الماكينات موجوده، فين الكروت الذكيه؟ ليه ما ابتديتش الكروت الذكيه دي تشتغل وتشغلها بحيث انها السيستم يتجرب؟ ده هياخد له مثلا 6 اشهر. بعد كده بعد ال6 اشهر دي نبتدي نحط على هذه الكروت القيم اللي هي كل واحد هياخد كام لتر بنزين وكل واحد هياخد قد ايه؟ بعد 6 اشهر بس تبتدي العجله. علشان كده الناس الجماعه في الامارات مع يعني احترامنا وشكرنا الشديد لكل ما قدموه بيقول لك انا مش شايف منكم حاجه. انا مش شايف ان انتوا بداتوا لا في ريستراكشر ولا اعاده هيكله ولا اي حاجه. 3، الاستثمار. هي فين قوانين الاستثمار؟ فين القوانين التي يجب ان تعدل لدفع عجله الاستثمار؟ وتاني بقول ان هذه المجموعه الاقتصاديه كلها عارفه ايه هي القوانين اللي لازم تتعدل. هي فين قوانين الاستثمار؟ هو فين وزير الاستثمار؟ فين وزير الاستثمار؟ فين حل مشاكل المستثمرين؟ ادوني اسم مستثمر واحد عربي تم او مصري تم حل مشاكله. فين حل مشاكل المستثمرين؟ ليه ما فيش لجنه لحل مشاكل الاستثمار؟ ليه ما فيش لجنه عاجله؟ فين القوانين اللي انتوا عارفين انها لابد ان تعدل؟ مناقصات ومزايدات، العقود، كل باب اهدار المال العام الذي يشل ايدي الموظف العام ويخليه مش هيشتغل لانه خايف يمضي يروح السجن. هذه هي القوانين الاهم، اهم ما نتخانق على قانون التظاهر، اهم ما نتخانق على قانون حمايه منع الارهاب. دي القوانين اللي هتمشي البلد. لا بتصرفوا الفلوس ولا بتعدلوا القوانين ولا اي حاجه، ولا بتعملوا اعاده هيكله للطاقه. فايه؟ يعني حد يديني اجابه، فايه؟ هنفضل متلقين؟
دولة الإمارات قالت لكم الكلام ده، أنا هديكوا دعم طاقة لحد نهاية ديسمبر، بعد ديسمبر هتعملوا إيه؟ يا وزير البترول هتعمل إيه؟ ما تفتح الصندوق الأسود علشان نقدر نعرف لازم ندفع ليه المستثمر الأجنبي، فافتح لنا الصندوق الأسود عشان نعرف هندفع له كام؟ هي ليه الناس ما بتشتغلش؟ أنا الحقيقة يعني بنزعج، وكل الوزراء دول أصدقائي. وكل الوزراء انا مؤمنه بكفاءتهم بشكل كبير، مؤمنه بكفاءتهم. انا مش فاهمه ليه العجله ما بتتحركش. خوف، قلق، قصر رؤيه، انا مش قادره افهم. في النهايه الدول دي قالت لنا احنا مش هنفضل ندعمكم للنهايه، وهذا حقهم، وده وضع طبيعي جدا. لازم نفهم ان احنا مقبلين على وضع مهم، ولازم نفهم ان احنا ما نقدرش نعيش كده. زي ما انتم مش عايزين تاخدوا قرار في موضوع الجامعه، حرين بقى خلاص، يعني يقتلوا بعض خلاص. يعني انتم مش عايزين، حدش عايز ياخد اتجاه معين للعنف في الجامعه، ده موضوع يخصكم وخلاص. انا اللي يخصني اكل عيش الناس. هذا الاقتصاد يجب ان يتحرك، ولن نسكت على حكومه تتحرك بهذا البطء اللي يشبه بطء السلحفاه.